نشرة إخبارية مفصلة من الميادين، والبداية مع العناوين. موسكو تتوعد الناتو باستهداف إمداداته من الأسلحة إلى كييف، وتؤكد وجود مرتزقة إسرائيليين يقاتلون مع النازيين في أوكرانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من الاعتداء على الأقصى، وتؤكد أن ممارسات إسرائيل ستسعر نار الحرب. صنعاء تحذر الأعمال العدوانية للتحالف السعودي تقوض الهدنة الإنسانية والعسكرية. والأمم المتحدة تؤكد ارتفاع أعداد المهددين بنقص الغذاء وزيادتهم بنحو 40 مليون شخص. مساء الخير. البداية مما أكده وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة سيتم التعامل معها كهدف حال وصولها إلى أوكرانيا. شويغو أضاف أن الجيش الروسي سيطر على ماريوبل، وأن الحياة الطبيعية تعود إلى المناطق المحررة من القوميين في جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك. تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. أود أن أذكر أننا نرى أن أي نقل لحلف شمال الأطلسي يصل إلى أراضي البلاد بأسلحة أو مواد موجهة للجيش الأوكراني هو هدف مشروع يجب تدميره. مقترحاتنا للقوميين بالسماح للمدنيين بالذهاب وإلقاء أسلحتهم مع ضمانات الحياة الكريمة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر موتوزيانك إن القيادة العسكرية الروسية تحاول زيادة وتيرة عملياتها الهجومية في شرق أوكرانيا عبر إعادة تجميع وتعزيز قواتها وبناء نظام للهجوم بالنيران والدعم المادي وكذلك التقني. انخرط العدو في الطيران العملياتي والتكتيكي والاستراتيجي لشن ضربات جوية على أهداف في مناطق خاركيف ودانيتسك وكيروف فهراد وأوديسا والفيف وزكارباتيا. نفذت قرابة 50 غارة جوية استخدمت فيها الصواريخ الجوية الموجهة. قال موفد الميادين إلى فنلندا إن آليات عسكرية ثقيلة يتم نقلها باتجاه الحدود مع روسيا، وتظهر مقاطع فيديو أرصفة قطار محملة بدبابات ألمانية الصنع ومدرعات للجيش الفنلندي تتوجه نحو الشرق بحسب شهود عيان. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق تدريبات السهم 22 العسكرية للدروع بين فنلندا وعدد من دول الناتو. هذا وكانت وزارة الدفاع الفنلندية أعلنت أن مقاتلة خرقت الأجواء الفنلندية يعتقد أنها روسية. والآن من هلسنكي ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. مساء الخير سلام. اسمح لي أن أبدأ بالتطورات الميدانية قبل الحديث عن توجه هذه الآليات إلى الحدود مع روسيا ولا سيما من فنلندا. نبدأ بتطورات ماريوبل. الكثير من الإشاعات، الكثير من المعطيات حول ما يجري في ماريوبل. ما رشح لديكم من معطيات؟ ما حقيقة الوضع هناك؟ مساء الخير وفاء. طبعا معروف أنه في الأيام الأخيرة وبعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من موسكو وكييف أنطونيو غوتيريش، تم الاتفاق على يعني تسهيل العملية الإنسانية في ماريوبل خاصة في مصنع أزوفستال للسماح بالمدنيين الموجودين في تلك المنطقة بالخروج. وفعلا روسيا يعني أسهمت بقسط كبير في حلحلة هذا الموضوع، وتم إجلاء المئات من المدنيين من تلك المنطقة. واليوم على سبيل المثال تم إجلاء 223 مدنيا من منطقة مصنع أزوفستال. هي عبارة عن مدينة صناعية كبيرة طبعا، لكن في بعض أجزاء هذه المدينة يتحصن بضع مئات من مسلحي سواء كان كتيبة أزوف أو الجيش الأوكراني، وحتى يعني وفق معطيات الاستخبارات العسكرية الروسية هناك بين ما بين 200 إلى 400 من المقاتلين الأجانب المرتزقة ربما أو الخبراء العسكريين من دول حلف شمال الأطلسي. المشكلة التي تتحدث عنها موسكو أنه هؤلاء المسلحون المتواجدون هناك يستغلون الممرات الإنسانية كل مرة
في محاولات يعني القيام بأعمال استطلاعية بعد أن تخرج مجموعة من المدنيين من تلك المنطقة، يقومون بعمليات استطلاعية ربما الهدف منها إيجاد طرق للتسلل من تلك المنطقة، يعني محاولة الهروب والخروج من المصنع. لذلك عندما يقومون بهذه العمليات، وكما يعني يقول الجانب الروسي، يجري أيضا إطلاق نار من قبلهم، يعني عملية استطلاع بالنار، يقومون بعملية استطلاع بالنار. فلذلك تضطر القوات الروسية وقوات دنيتسك الشعبية بالرد على مثل هذه المحاولات، ويتم قصف بؤر إطلاق النار من قبل هذه القوات. واليوم بالمناسبة أيضا تم قصف بعض بؤر النار التي انطلقت منها نيران هؤلاء المسلحين بواسطة المدفعية الثقيلة وأيضا بواسطة راجمات الصواريخ، لكن يعني تتم هذه العمليات دون المخاطرة والمجازفة بأرواح المدنيين، أي أنه بعد أن يخرج المدنيون من تلك المناطق يجري بعض الاشتباك بالنار بين الطرفين، بين القوات الروسية وقوات دنيسك الشعبية والقوات التي لا تزال يعني تعتصم في مصنع أزوفستال. ولكن لا توجد أي عمليات عسكرية، الرئيس بوتين أمر بتعليق وإيقاف عملية اقتحام أزوفستال، وإنما تجري فقط معالجة محدودة بالنار. نعم، وعلى صعيد العمليات العسكرية بشكل عام يجري التركيز يعني في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة أولا على قصف، وهذه المرة يعني طبعا ليست للمرة الأولى، وإنما يجري التمعن في قصف إمدادات السلاح التي تأتي من الغرب إلى أوكرانيا. ونلاحظ في الآونة الأخيرة بالفعل يتم قصف محطات القطارات، سكك الحديد، الجسور الاستراتيجية، يعني كل ما له علاقة بنقل السلاح من الخارج إلى داخل الأراضي. لماذا الأوكرانية. سلام بالتوقيت تحديدا الآن؟ يمكن هذا الكلام مهم لوزارة الدفاع وما تنقله وما يتم الحديث عنه عن أنباء نقل من قبل هلسنكي دبابات إلى الحدود مع روسيا. هل يأتي التحذير من قبل وزارة الدفاع وزير الدفاع شويغو إلى استهداف أي آليات تحمل هذه الأسلحة التي تنقلها دول الناتو؟ بهذا الإطار يمكن يفهم، أو بهذا السياق أيضا يمكن وضعه؟ لا، فيما يتعلق بفنلندا هذا الأمر لا ينطبق هنا، يعني فنلندا لا تزود أوكرانيا بسلاح فتاك. صحيح هي سمحت لبعض الدول التي مثل استونيا على سبيل المثال التي استوردت في سنوات سابقة أسلحة من فنلندا، سمحت لاستونيا ولدول أخرى في البلطيق أن تعيد تصدير هذا السلاح إلى أوكرانيا. فنلندا نفسها لا تريد أن تنخرط وتتورط في أي صدام مسلح مع روسيا، ولذلك هي لا تنقل مثل هذه الأسلحة. لكن بلا شك طبعا الوضع متوتر، الوضع على الحدود بين روسيا وفنلندا يعني يبقى هادئا إلى حد ما، لكن يعني هناك سعي لكل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. هذه المسألة لم تحسم بشكل نهائي، لكنها ستحسم في الأيام القليلة المقبلة بعد أن يحدد الرئيس ورئيسة رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء يومي 12 و13 من الشهر الجاري موقفهما النهائي من مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكن هذه الأمور أيضا تأتي في إطار يعني استعراض من قبل فنلندا أنها هي أيضا قادرة على الدفاع عن نفسها، يعني حتى من دون الناتو، وهي مسألة مهمة جدا. الولايات المتحدة رفضت إعطاء أي ضمانات لفنلندا وللسويد في المرحلة الانتقالية، يعني في حال لو اتخذت فنلندا قرارا بالإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي ستكون هناك مرحلة انتقالية قبل أن يوافق أعضاء الناتو بالإجماع على قبول فنلندا، فستكون هناك فترة فراغ. فلذلك الفنلنديون يعني يقولون أنهم قادرون على الدفاع عن نفسهم بنفسهم، فلذلك ربما هذه التحركات تأتي في هذا السياق، وأيضا في سياق أن هناك تدريبات مشتركة بين فنلندا وحلف شمال الأطلسي تجري على الأراضي الفنلندية. واليوم كانت هناك حادثة يدعي الفنلنديون، طبعا لم يدعوا بشكل نهائي، لكن يعتقدون بأن مقاتلة روسية اخترقت أجواءهم هذا اليوم، وهو يعني ربما من وجهة النظر هذه يبدون بعض الاستعداد لمواجهة أي تطور أو أي يعني أي شيء يمكن أن يحدث أي تغيير في المعركة. لو سمحت ابقى معنا سلام، ولا سيما بهذا الخبر الذي سنورده الآن تحديدا أريد منك تعقيب عليه، حيث شددت موسكو على أن هناك مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى جانب أفراد وحدات فرعية من كتيبة أزوف المتطرفة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل ذلك، خصوصا مع وجود فيديوهات ومواد توثق ذلك.
إذن أعود إليك سلام فيما يتعلق بهذا الخبر، وأيضا اسمح لي أيضا في خبر بعمل أو بخبر استتباعي للأول. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الأمن كذلك تدرس إمكانية توسيع المساعدة الأمنية لأوكرانيا من دون أن يتخذ القرار بعد. هذا الإعلام الإسرائيلي قال أن هناك شكوكا في تل أبيب من أن تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية لأوكرانيا يخاطر بأزمة مفتوحة مع موسكو قد تضر بالمصالح الأمنية في سوريا. أعود إليك سلام فيما يتعلق بالعلاقة التي يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، وهذا الانسجام الذي انقطع مع موقف إسرائيل منذ بدء هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إلى أي مدى اليوم يؤخذ بمحمل الجد ما تقوله ماريا زاخاروفا؟ نتحدث عن وزارة الخارجية الروسية حينما تتحدث عن مرتزقة إسرائيليين متواجدين بين صفوف الجيش الأوكراني. وفي الحقيقة مثل هذه المشاهد ومقاطع الفيديو والمعلومات أيضا الاستخبارية والميدانية لدى روسيا ليست اليوم، يعني أنا شخصيا اطلعت على المزيد من هذه المقاطع والمشاهد الفيديو يعني حتى قبل شهرين، يعني في الأيام الأولى لبداية العملية العسكرية، ويعني الجانب الروسي كان يعلم بهذه الأمور. كانت هناك مقاطع فيديو من كييف، من أوديسا، والآن هذه المقاطع الأخيرة التي عرضناها على الميادين هي من مدينة دنيبر التي تعتبر بالمناسبة تعتبر عاصمة اليهود في أوكرانيا، وتوجد فيها أكبر تجمع لليهود وأيضا يعني للمصالح اليهودية والمصالح الإسرائيلية فيها. لذلك هذه الأمور ليست بالجديدة، ربما موسكو تريثت خاصة عندما حاول الكيان الإسرائيلي أن يتظاهر بلعب دور الوسيط، لكن نرى أن هذه الأمور لم تتطور بشكل إيجابي ولم يكن لها نهاية منطقية. فمن الطبيعي أن تطرح كل هذه الأمور، يتم الكشف عن كل هذه الأمور ليظهر أن موسكو كانت على علم بكل ذلك، ولكن ربما كانت تنتظر الوقت المناسب للإدلاء بالتصريح وبالدلو المناسب الذي جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ليظهر فعلا مدى يعني الخلافات التي تتصاعد بين موسكو وتل أبيب، والتي يعني وصلت إلى حد التهكم خاصة من قبل مسؤولين في الكيان الإسرائيلي. المهم في كل ذلك أن موسكو تتعامل مع هذه الأمور بهدوء، يعني هي لا تنفعل كما ينفعل الإسرائيليون، وإنما تتعامل بهدوء، والإشارة إلى ذلك كيف أنها تستقبل اليوم وفد رفيع من قيادة حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية. إذن موسكو تعرف الحقائق، تعرف كيف تتصرف، وهذا بلا شك سيجد له المزيد من التطور، هذا الموقف سيجد المزيد من التطور، وربما سينعكس بشكل عام على العلاقة بين موسكو وتل أبيب، خاصة أن هناك دعوات سواء كان من كييف أو من قبل بعض القوى الإسرائيلية لتزويد أوكرانيا على سبيل المثال بمنظومات دفاع جوي، يعني يعتقد أن لدى إسرائيل منظومات متطورة إذا أخذنا في نظر الاعتبار على سبيل المثال القبة الحديدية. فلذلك يعني الأمر يسير نحو المزيد من التصعيد بين موسكو وإسرائيل، خاصة أن موسكو تعتبر الكيان الإسرائيلي جزءا من الغرب الجماعي الذي كان دائما معاديا لروسيا، والآن فرصة يظهر هذا العداء. أشكرك جزيل الشكر سلام على كل هذه المعطيات والمعلومات التي وفيتنا بها بالشقين العسكري الميداني وكذلك السياسي. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، كنت معنا من هلسنكي. وصف الحاخام الأكبر لروسيا بيرل لازار تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف عن اليهود وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر بأنه صادم. لازار نصح لافروف بالاعتذار والاعتراف بخطأ تصريحاته. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك قال بدوره إن مواقف لافروف أثارت غضبه واشمئزازه، ورأى أن لافروف اختار بث أكاذيب تنبعث منها رائحة معاداة السامية بحسب تعبيره. يواصل المسؤولون الإسرائيليون ومعهم الإعلام الإسرائيلي حملتهم الشديدة على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع انضمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إلى الإدانات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيري الخارجية والأمن، حيث وصف كلام لافروف بأنه يثير الاشمئزاز واتهمه ببث الأكاذيب وطالبه بالاعتذار.
كلام لافروف الذي فاجأ القيادة الإسرائيلية أدى إلى إدانات حادة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، والسؤال المطروح الآن هو هل يمكن أن تتحول التصريحات وردود الفعل إلى نوع من المواجهة الحقيقية مع موسكو؟ مقابل الحملة الإسرائيلية العنيفة على لافروف وفي ضوء رد الخارجية الروسية عليها، تعمل إسرائيل على خطين متوازيين، الأول احتواء التوتر وعدم الذهاب في المواجهة والصدام مع الروس إلى نقطة الانفجار من خلال تسريبات تقول إن الخارجية الإسرائيلية لن ترد على بيان الخارجية الروسية حرصا على المصالح الإسرائيلية ولا سيما في سوريا، وخشية من استدعاء روسي للسفير الإسرائيلي لحديث توبيخي أو إجراءات أخرى قد يتخذها الروس على المستوى الدبلوماسي. في إسرائيل يأملون أنه بالإمكان استيعاب الأزمة في العلاقات الإسرائيلية الروسية ومنع التدهور، لكن بحسب فهمي في روسيا لم يحبوا أبدا التصرف الإسرائيلي وحتى إنهم غاضبون منه. مقابل سياسة الاستيعاب، تعمل إسرائيل على خط يكرس تموضعها أكثر فأكثر في المعسكر الأمريكي والأوكراني، وهو ما ظهر من خلال الكشف عن دراسة إسرائيل تزويد أوكرانيا بعتاد شخصي وذخيرة ومنظومات إنذار. يبدو أنهم في إسرائيل مستمرون في الانتقال من سياسة استيعاب روسيا لاعتبارات معروفة إلى تقارب وتموضع إلى جانب الغرب في هذا الصراع، ربما بشكل متأخر قليلا، ولكن بعد ما اعتبر كمس بالشعب اليهودي أو التاريخ اليهودي. وعلى وقع التقدير الإسرائيلي بعدم اعتذار لافروف عن تصريحاته، تصاعدت حدة الخطاب الإعلامي ضد موسكو مع حديث معلقين عن أن روسيا ليست دولة صديقة لإسرائيل ولا داعمة لها، وأن ما حصل كشف وجه روسيا الحقيقي، وهي الدولة الديكتاتورية التي تغزو جاراتها وتهدد السلام العالمي على حد تعبيرهم. أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف قواتها المسلحة في كل البلاد. الوزارة شددت على أن التدريبات لا تشكل أي تهديد لجيرانها، وقالت إنها بدأت بعمليات التفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على وضع القوات في حالة التأهب السريع. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين فرض حظر تدريجي على النفط الروسي واستبعاد مصرف سبيرنك أو سبيربونك عفوا من نظام سويفت في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الهنغارية أن بلاده تحتاج إلى ضمان أمن الطاقة لديها قبل الموافقة على العقوبات الجديدة. عزلنا المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية. سنعالج مسألة اعتمادنا على النفط الروسي. لن يكون ذلك سهلا، بعض الدول الأعضاء تعتمد بقوة عليه، لكن علينا أن نعمل على ذلك. لذلك سوف نقترح حظر كل النفط الروسي من أوروبا، وسيكون هذا حظرا كاملا للواردات على استيراد النفط الروسي المحمول بحرا وعبر خطوط الأنابيب من الخام ومنتجات التكرير. أعلن ممثل حركة حماس في موسكو أن الوفد الذي يرأسه رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق وصل إلى موسكو، وسيجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين آخرين. وأكدت حماس أن الوفد سيناقش الأوضاع في القدس والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن الدعوات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى ستسعر نار الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته. الفصائل حملت الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات الاقتحام، وحذرته من الاعتداء على الأقصى وتدنيسه بخرافاتهم وطقوسهم الكاذبة. وشددت الفصائل على ضرورة الاستعداد والتأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان، ودعت إلى شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين. ومن غزة ينضم إلينا المتحدث باسم حركة حماس السيد عبد اللطيف القانوع. مساء الخير سيد القانوع. تشديد فصائل المقاومة على أن الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى ستسعر نار الحرب،
كيف يفهم هذا التحذير وفي أي سياق نحن نذهب بإطار توسيع المواجهة ولاسيما من محور المقاومة كما وصفه السيد حسنوار؟ يعني لا زالت المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى وبمدينة القدس حاضرة، ومخطط التقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا لا يزال حاضر وقائم على أجندة حكومة المستوطنين وحكومة الاحتلال الصهيوني بسماحة لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، وكذلك بقطع الأسلاك الكهربائية عن المسجد الأقصى أمس ومنع أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى. هي أيضا محاولات يائسة لبسط السيطرة وفرض رابة الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى وتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وبالتالي لازلنا نقول أن المسجد الأقصى في خطر وأن القدس في خطر، وبالتالي شعبنا الفلسطيني ستتجدد معركته مع الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين غدا لحماية المسجد الأقصى ومنع تهويد المسجد الأقصى ومنع تقسيم المسجد الأقصى زمنيا وعدم تمكين القطعان المستوطنين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى. وبالتالي هذا السلوك العنصري وهذا السلوك الهمجي لقطعان المستوطنين في باحات المسجد الأقصى سيفجر معركة من جديد مع الاحتلال الصهيوني. تتحمل نتائج الاحتلال الصهيوني شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة وأهلنا في القدس لا يمكن أن يسمحوا للاحتلال بتمرير أجنداته وتنفيذ مخططاته الرامية لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. هذه الإجراءات وهذا السلوك العدواني المتكرر على المسجد الأقصى الذي كان في شهر رمضان وتجدد اليوم، وهناك اقتحامات متكررة في خلال شهر مايو بحجة ما يسمى بعيد الاستقلال لدى دولة الكيان الصهيوني، يؤكد أنه الشعب الفلسطيني سيمضي في ثورته ونضاله ومعركته لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال الصهيوني. وبالتالي مقاومتنا جاهزة وشعبنا جاهز، ولا يمكن للاحتلال الصهيوني أن يفرض أجنداته في داخل المسجد الأقصى. وأي معركة تفجر لحماية المسجد الأقصى وإفشال مخطط الاحتلال لن تكون غزة فقط هي الجبهة الوحيدة التي ستواجه الاحتلال الصهيوني، سينفجر شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي كل الساحات ضد الاحتلال. أي انفجار أي طبيعة انفجار أستاذ عبد اللطيف القانوع؟ لأنه نحن نتحدث عن محور القدس الذي يتحدث يذهب بمعادلة أساسية الدفاع عن القدس تذهب إلى حرب إقليمية. أتون التصعيد من يتحمل مسؤوليته اليوم؟ وهل يمكن أن نشهد كما حصل في مسيرة الأعلام بمنع هذه المسيرة من الوصول إلى باب العمود إذا ما أخذ بعين الاعتبار هذا التحذير بنت وحكومته؟ يعني أولا من يتحمل النتائج المترتبة على هذا العدوان وعلى هذا السلوك الهامجي هو الاحتلال الصهيوني. قرارات الاحتلال الحمقاء بالسماح لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وقرارات الاحتلال الحمقاء بقطع أسلاك المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة العشاء في المسجد الأقصى ومحاولة الاقتحام المتكررة وفرض السيطرة وبسط السيطرة في المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة، الاحتلال يتحمل نتائج أي معركة سيفجرها شعبنا الفلسطيني. لا يمكن أن نسمح للاحتلال، نحن العام الماضي فجرت المقاومة الفلسطينية، نحن في هذا اليوم قائد المقاومة محمد الضيف وفصائل المقاومة أنذرت الاحتلال إنذارا أخيرا بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ووقف التغول على أهلنا في الشيخ جراح. وبالتالي نحن في الذكرى السنوية لمعركة سيف القدس التي كسرت أنف الاحتلال والتي بددت أوهام الاحتلال، نجدد ونقول أن الاحتلال الصهيوني هو من يتحمل النتائج، والنتائج ستكون كارثية على الاحتلال الصهيوني. الحديث عن اقتحامات متكررة وعن محاولات تقسيم المسجد الأقصى لا يفجر الساحة الفلسطينية، بل سيفجر مناطق وساحات أخرى حماية وانتصارا للمسجد الأقصى المبارك. نحن حينما نتحدث ونقول أن المسجد الأقصى في خطر وأن القدس في خطر وأن الاحتلال الصهيوني وحكومة المتطرفين تحاول تقسيم المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول المسلمين المسجد الأقصى، إنما هو لعب بالنار وإعلان حرب جديدة. طب أستاذ عبد اللطيف، هل نحن سنشهد يعني على أبواب سيف القدس 2 وبنفس السيناريو المشابه أم بإطار أوسع؟ لأنك أشرت إلى جبهات وساحات أخرى قد تتفجر أكثر من مساحة الجغرافية أو المساحة المعنوية الفلسطينية. يعني سلوك الاحتلال المستمر الذي لم يتوقف يوما واحدا والاقتحامات المتكررة وتسيير مسيرة الإعلام ومحاولات ذبح القرابين والسلوك العدواني على المسجد الأقصى هو إرهاصات لمعركة جديدة لحماية المسجد الأقصى المبارك.
نحن نعيش في ظل إرهاصات لتفجير معركة جديدة ضد الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني هو من بدأ الاعتداء ومن يخطط للاقتحام ومن يحمي قطعان المستوطنين، هو من يعمل على تنفيذ أجندات الحكومة بتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا ومنع وصول شعبنا الفلسطيني وأهلنا في الداخل المحتل والثمانية والأربعين والقدس إلى رجوع المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الاحتلال هو من يفجر المعركة بقراراته الحمقاء وبسلوكه العنصري وبمخططاته الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى. وبالتالي لا يمكن للمقاومة ولا لشعبنا أن يقف صامتا أو مكتوف الأيدي. لدينا من الوسائل والبدائل الكثيرة والمتعددة للانتصار للمسجد الأقصى وحماية القدس من إجرام الاحتلال الصهيوني. وبالتالي نحن في خضم المعركة المتواصلة التي لم تتوقف منذ معركة سيف القدس العام الماضي. لا زالت المعركة مفتوحة، وبالتالي هذا يتطلب أن يكون هناك ظهير عربي وإسلامي وإسناد حقيقي لشعبنا في معركته المستمرة لحماية المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين. حينما نتحدث ونقول أن المسجد الأقصى في خطر، وحينما قال السيد رئيس الحركة يحيى السنوار قبل أيام أن المسجد الأقصى في خطر وأن القدس في خطر وأن محاولات التقسيم لا زالت حاضرة، بالفعل المسجد الأقصى المخاطر المحتقة لا زالت قائمة. هذا ما يبلغه وفد حماس سيد عبد اللطيف للجانب الروسي، ولا سيما بانعكاس طبيعة العلاقة المتوترة بين الطرفين الروسي والإسرائيلي. هذا ما يتم بحثه أيضا بإطار أو بالسياق والخيار التفاوضي أو الخيار الدبلوماسي كما يقال. هذا ما يبلغه حركة حماس إلى الأطراف الدولية ومنها روسيا؟ يعني كما المعركة مفتوحة وفي ساحات المسجد الأقصى، والمعركة مواجهات والمعركة شعبية وجماهيرية، أيضا هناك جهود دبلوماسية واتصالات وحركات تجريها الحركة مع العديد من الأطراف ومن دول المنطقة والقادة والأحزاب والحركات في المنطقة لحشد مزيد من التضامن وحشد مزيد من الإسناد لشعب الفلسطيني ووقف تغول الاحتلال الصهيوني. ومن ذلك ستكون أحد الأجندات التي سيناقشها وفد الحركة في موسكو اليوم هو تغول الاحتلال واقتحامات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمسجات التي تجري في مدينة القدس من تغول الاحتلال ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وبالتالي الجهود الحركة تبذلها على أكثر من صعيد سياسيا ودبلوماسيا، وأيضا هناك جهود مضاعفة أكثر ميدانيا لندعو كل جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل وفي مدينة القدس للاحتشاد غدا والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك لحماية المسجد الأقصى والتصدي لقطعان المستوطنين. معركتنا مع الاحتلال لحماية الأقصى معركة سياسية ودبلوماسية مفتوحة ومعركة إعلامية مفتوحة، واشتباك دائم ومستمر في ساحات المسجد الأقصى لمنع تمكين المستوطنين من البقاء في المسجد الأقصى وتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. حكومة الاحتلال تريد أن تقسم الأقصى إلى فترة زمنية من الساعة 8 صباحا وحتى 12 لدخول قطعان المستوطنين الحرم وإفراغ الحرم القدسي من المسلمين ومن المقدسيين، وهذا خطوة على طريق تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وبالتالي يتطلب مضاعفة جهود عربيا وإسلاميا ودعم شعبنا الفلسطيني. شكرا، نأمل أن تصل هذه الرسالة ولا سيما على المستوى الإسلامي والعربي كذلك سيد عبد اللطيف القنوع، وليس فقط على المستوى الفلسطيني. المتحدث باسم حركة حماس كنت معنا من قطاع غزة المحاصر. والآن نذهب إلى فصل قصير، من بعده نعود لاستكمال هذه النشرة، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم، ونستأنف النشرة من التطورات العراقية، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء البرلمان المستقلين للانضمام إلى تحالف إنقاذ الوطن بعيدا عن الإطار التنسيقي وتشكيل حكومة مستقلة. وفي تغريدة له قال الصدر إن تحالف إنقاذ الوطن بما فيه الكتلة الصدرية سيصوت لهذه الحكومة بالتوافق مع سنة وأكراد التحالف على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما، مشيرا إلى أنه لن يكون للتيار وزراء فيها. وكرر الصدر دعوته إلى بعض نواب الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية. هذا وأطلق أو كان الإطار التنسيقي قد أطلق مبادرة جديدة تنص على الجلوس إلى طاولة الحوار من دون شروط أو قيود مسبقة، كما تضمنت تقديم دعوة للمستقلين لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء. التفاصيل مع عبد الله بدران. من 9 نقاط و9 التزامات
طرح الإطار التنسيقي مبادرة جديدة على رأسها الجلوس إلى طاولة حوار من دون شروط مسبقة من قبل كل القوى السياسية، واعتماد خيارات كل مكون عراقي في تمثيله بالرئاسة الثلاث. كان هذا من الثوابت التي كررها الإطار التنسيقي، لكنه هذه المرة قدم عرضا للنواب المستقلين بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة. مبادرة الإطار التي أعلن عن إرسالها لكل القوى السياسية هي محاولة لتحريك المياه في المشهد المعقد ولتقوية أوراق التفاوض مع التحالف الثلاثي، مع الاستعداد للتفاهم مع المستقلين لمنحهم منصب رئيس الحكومة وتقليص خيارات التحالف الثلاثي في إصراره على حكومة أغلبية وطنية، ما يعني إضعاف حظوظ مرشحه جعفر الصدر. أما في الحنانة فيتوقع أن يعلن زعيم التيار الصدري مبادرة جديدة قبل موعد انتهاء المهلة التي منحها لقوى الإطار، مبادرة لم يكشف عنها المزيد سوى أنها تهدف لحلحلة الأزمة المستعصية منذ تشرين الأول أكتوبر 2021. مع استمرار الضغوط على الأطراف السياسية العراقية ومع ضيق الخيارات، أكدت التجربة العملية للانتخابات المبكرة أن أزمة النظام السياسي ومواد الدستور العراقي أكبر من أزمة الانتخابات ونتائجها. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. ويبقى معنا الزميل عبدالله بدران مدير مكتب الميادين من بغداد. مساء الخير عبدالله، ننطلق من التقرير وأيضا من ردود الأفعال حول هذه المبادرة من 9 نطاق للإطار التنسيقي. هل ظهرت أي ردود أفعال وكيف يفهم موقف الصدر الذي عبر عنه بتغريدته الليلة؟ مساء النور وفاء. طبعا الإطار التنسيقي كان غير معني منذ البداية عندما أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مهلة 40 يوم للإطار التنسيقي من أجل التفاوض لتشكيل حكومة أو تحالف سياسي يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وطنية. منذ البداية كان الموقف هو أننا لسنا معنيين بأي مهل، ما نحن معنيون به وفق الإطار التنسيقي هو التفاوض والجلوس إلى مائدة للحوار يكون أساس ذلك بدون شروط مسبقة. كرر ذلك أكثر من مرة الإطار التنسيقي، لا يريد أي شروط مسبقة توضع قبل الذهاب باتجاه التفاوض. واضح جدا أن الأزمة مستمرة في تعقيد أكثر. لا الصدر رد على مبادرة الإطار التنسيقي، ولا الإطار التنسيقي أعلن أن هناك تفاعلا مع موقف الصدر، لا عندما أعطى المهلة ولا عندما غرد هذا اليوم. وبالمناسبة وفق معلومات الميادين سيكون هناك أيضا موقف للتيار الصدري عدا التغريدة التي نشرت في حساب زعيم التيار الصدري والتي نشر فيها تأريخ يعود لأواخر شهر رمضان، وربما هي إشارة لأنها مكتوبة قبل أن تنشر. بالتالي الإطار التنسيقي قدم عرضا للمستقلين أن يرشحوا شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وهناك شيء مهم ولافت أيضا فيما أعلنه الإطار من مبادرة، وهو الرئاسات الثلاث يجب أن تكون نتاج تفاهمات البيوت الثلاث، بمعنى البيت السني والكردي والشيعي، وهذا يعني أن هناك خطرا أو إشارة باتجاه رئاسة مجلس النواب العراقي وضغطا على رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من جهة، وبذات الوقت هو إضعاف حظوظ جعفر الصدر الذي قدم بشكل رسمي من قبل التيار الصدري. الصدر وكأنه على السقف، حتى وإن كانت التغريدة قد كتبت كما يبدو بتأريخ سابق، على السقف وأعلن عن استعداده الذهاب باتجاه منح المستقلين حكومة كاملة دون أن يشارك التيار فيها. لكن حتى هذه اللحظة ليس أكيدا أن هناك عدد من المستقلين يمكن أن يتجمع ويصل إلى حد 40 مقعد أو 40 نائب. مضافا لذلك المستقلون حتى هذه اللحظة لم يبدوا أي رد فعل لا تجاه مبادرة الإطار ولا تجاه مبادرة التيار الصدري، وهي أشبه بمغازلة من الإطاريين والصدريين للمستقلين من أجل الالتحاق بهم. الإطاريون يريدون أن يتجاوزوا النصف زائدا واحدة، وبالتالي هم يمنحون رئاسة الحكومة المستقلين، والتيار الصدري يريد أن يمنح الحكومة كاملة وكأنه يقدم عرضا أكبر للمستقلين. بعض المنتقدين يؤكدون أن ما يجري هو عملية يعني سحب أعداد
لعلم الطرفين أنه لا يمكن لأي طرف لوحده أن يشكل حكومة أو أن يتفاهم مع القوى الكردية لتسمية رئيس الجمهورية. بالتالي مع المهلة التي منحها صدر المستقلين والتي حددها ب15 يوما وليس معلوما هل هي ابتداء من اليوم، لم يحدد بدايتها، يتم يعني دراسة ما طرحه الصدر مع دراسة ما طرحه الإطاريون، وإن كان أغلب الأطراف تؤكد أن لا حل إلا إن لم يكن بالتوافق، وهذا طبعا واضح صعب جدا، خصوصا أن الصدر مصمم على حكومة الأغلبية الوطنية التي يعني فيها أنه يريد أن يشكل حكومة مع حلفائه، أو على الأقل الاتفاق على شخصية وتترك لها صلاحية تسمية الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة. عموما المشهد برمته معقد وفاء للتغريدة. طيب عبد الله، ولكن في موقف الديمقراطي الكردستاني، اعتذر عن المقاطعة، ولكن فيما يتعلق، ولأننا أشرنا إلى إمكانية التوافق بين المكونات الثلاث السني الشيعي وكذلك الكردي، الديمقراطي الكردستاني يقول أنه ويؤكد التعامل بإيجابية مع أي مبادرة حول فك انسداد أو الانسداد السياسي تعقيبا على مبادرة الإطار التنسيقي. هل يفهم أنه ممكن هذه المواقف الإيجابية أن تؤثر بانسداد الوضع الحالي، أم أنها تبقى بإطار فردي يتم التعبير عنها بداخل الكتلة الكردية؟ هي في إطار فردي، هي عملية ضغط ليس أكثر، أو تبقى في الإطار الإعلامي، بمعنى منذ ما بعد الانتخابات كان الموقف الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني والموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني هو عدم التدخل في شؤون القوى الشيعية، ولن يتحالفوا مع طرف على حساب آخر. والحقيقة على الأرض أثبتت أن الاتحاد الوطني تحالف مع الإطار التنسيقي أو صار في جبهته، والديمقراطي الكردستاني أضحى في تحالف مع التيار الصدري، وبالتالي ما تم إعلانه ليس بالضرورة هو ما يتم العمل عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى الخلاف يتصاعد داخل البيت الكردي في أزمة سنجار، هناك أزمة كبيرة بين القوى الرئيسية الفاعلة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بمعنى إن كانت هناك أجواء شبه إيجابية أو أجواء مرنة أبدت مرونة فيها الأحزاب الكردية، عاودت تشنج إلى المشهد في البيت الكردي ما بين أربيل والسليمانية، عززه بذلك التطورات في سنجار والعملية التركية التي اختلف الحزبان في تقدير الموقف المعلن تجاه العملية التركية. الديمقراطي يطالب بمغادرة حزب العمال الكردستاني ويتهم أطرافا داخلية عراقية بالتورط في هذه العمليات، والاتحاد الوطني يطلب أن يكون هناك احترام للسيادة العراقية. بالتالي ليست أزمة البيت الكردي في يعني في نهايتها، إنما هي تتصاعد، وهذا طبعا ينعكس على القوى الشيعية. في نهاية المطاف ربما إن نظرت القيادات العراقية بواقعية يمكن لها أن تذهب باتجاه الاتفاق، طالما أن 7 أشهر قد مضت على إعلان نتائج الانتخابات أو على إجراء الانتخابات، ولم تصل بالفعل القوى العراقية إلى تنفيذ حقيقي لبرنامجها بالذهاب باتجاه رئيس حكومة ورئيس وزراء. مدير مكتب الميادين في بغداد الزميل عبد الله بدران، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. ومن العراق إلى اليمن، حيث أشار رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إلى أن طيران التحالف السعودي شن غارة جوية في منطقة حرض بمحافظة حج غرب البلاد، وذلك بعد خرقه الهدنة بطائرة تجسسية. وفي تغريدة على تويتر قال عبد السلام أن التمادي في الأعمال العدوانية من شأنه تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار أو فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة. يبدأ المغتربون اللبنانيون يوم الجمعة المقبل عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية في لبنان. وزارة الداخلية اللبنانية أكدت نقل وقائع انتخابات المغتربين مباشرة من 58 دولة في العالم، وذلك بحسب توقيت كل منها. فيما أعلنت الخارجية عن إعداد صالة كبيرة تتوسطها شاشة عملاقة لنقل وقائع انتخابات المغتربين مباشرة، وستبقى هذه الصالة مفتوحة أمام الإعلاميين الحاصلين على بطاقات تسمح لهم بالتغطية ومن نقل عملية الاقتراع من داخلها.
وفي تطورات الانتخابات اللبنانية وخلال مشاركته في لبنان انتخابات الخيارات على شاشة الميادين، أكد مرشح لائحة زحل الرسالة في دائرة البقاع الأولى سليم عون أن تحالفات التيار الوطني الحر منسجمة كثيرا مع الواقع السياسي، ورأى في المقابل أن المزاج السني في زحل لا يتماشى مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. الرئيس السنيورة من أيام ما كان بعده بتيار المستقبل كانوا من الناس اللي على يمين الرئيس الحريري وعم يدفعوه للتطرف ولذهاب إلى الفتنة. هو بكلامه بتحريضه بطرحه اليوم لهيدي المواضيع والشعارات هو عم ياخد البلد على فتنة. الرئيس سعد الحريري ما كان يتصرف هيك. دعا مرشح حزب الله عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادي إلى أن يكون هناك تفاهمات بين كل المكونات اللبنانية، وشدد خلال لقاء مع الميادين على أن الوحدة والتضامن هما المخرج الوحيد من الأزمات. الغالب على سلوكهم وتصرفهم هو على عقلية الملك في مقابل التعامل مع العبد، وهذا وصلهم إلى ما هم عليه الآن. ما بعرف إذا بالربع ساعة الأخيرة بيقدروا يستدركوا، في محاولات وفي استدعاءات بالأسماء وفي تدخلات بالمباشر، هذا بالمرشح بيبقى وهذا بفل، حتى السلوك على هذه الشاكلة أيضا بريح لأنه كمان غير مدروس غير واعي لا يتميز بحكمة. ونحن وحلفائنا بعد هذه الانتخابات بعتقد يجب أن نتفاهم على مجموعة من الأمور من حيث رفع الضرر عن اللبنانيين، رفع هذه الأزمات التي تقتضي سلوكا آخر منا داخل هذه السلطة. طبيعة مدينة الهرمل وموقعها الجغرافي في لبنان وسط سهول صحراوية جعل منها منطقة مقصودة تاريخيا منذ حضارات ما قبل الميلاد، وتشهد ذلك بوضوح من بقايا أثار تلك الحضارات. التفاصيل مع محمد السحلي. وسط أعلى هضبة في سهل البقاع الشمالي ومن بقعة تشرف على حمص السورية وصولا إلى سهل حما، معلم روماني تاريخي أخذت مدينة الهرمل شمال شرق لبنان اسمه. قموع الهرمل أو كما يعرف تاريخيا بهرم إيل، تعددت روايات المؤرخين بحكم العصور التي مرت على المنطقة، وأبرزها أنه قبر لملك روماني يدعى هرميلوس، أو قبر لابن ملك قتله خنزير بري في رحلة صيد، فأقيم هذا القاموع تخليدا لذكراه. قائد روماني اسمه هرمولوس امتدت إمارته من عرقة للهرمل للبقاع، فبيحب الصيد فتصيد هوني وميت هوني، فعملوا له هالقموع قبر. الرواية الثانية المتداولة قد تكون مكملة للأولى، وهي أن هذا القموع اعتمد كمنارة في الصحراء في الحقبة الهيلانية، تستعمله القوافل التجارية القادمة من تدمر باتجاه البحر، أو التي ترسو في مرفأ طرابلس وتعبر من حمص إلى بعلبك والشام، واعتمد أيضا كنقطة مراقبة وإنذار عسكرية من الجيوش الغازية. الامبراطور الروماني عملوا هذا القموع لمراقبه الجيوش والقوافل من اماره عرقة لتدمر. الالوان الثلاثه التي بني من حجارتها قموع الهرمل تظهر مصدر كل نوع منها وقصته، فالحجاره البركانيه في قاعدته هي من الهضبه التي بني عليها، اما احجاره الرومانيه ذات النقوش المزخرفه فهي شبيهه باحجار قلعه بعلبك، والجزء الحديث المرمم فرنسي بعد قيام جيش الانتداب بتفجيره قبل 90 عام. محمد الساحلي، الهرمل شمال شرق لبنان، الميادين.
يتوجه الناخبون في بريطانيا في الخامس من أيار إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية التي ستكشف حجم التأييد الشعبي للأحزاب الرئيسة، ولا سيما حزب المحافظين الحاكم بعدما أضعفته فضائح حفلات داونينغ ستريت. موسى سرور والتفاصيل. الخامس من أيار قد يكون موعدا سيئا لحزب المحافظين الحاكم لإجراء الانتخابات المحلية. صحيح أن المجالس البلدية تعنى بالنظافة والتخطيط العمراني وغيرها، إلا أن الأبعاد السياسية للانتخابات تتخطى هذه الخدمات. الناخب البريطاني سيحدد بوصلته السياسية وفق أداء الأحزاب، ولا سيما حزب المحافظين الذي أضعفته فضائح مشاركة جونسون في حفلات داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق العام، فضلا عن تحميله مسؤولية ارتفاع نسبة التضخم واضطرار البريطانيين إلى اعتماد سياسة التقشف. أعترف بأن أموال دفعي الضرائب لا يمكنها حاليا تقديم مساعدة للجميع من أجل مواجهة غلاء المعيشة. هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، لكن المهم هو أن تبقى الحكومة حكيمة في إنفاقها. حزب العمال البريطاني بدوره يريد الاستثمار في فضائح زعيم المحافظين من أجل تحقيق نتائج إيجابية، خصوصا في منطقة الجدار الأحمر التي استطاع من خلالها جونسون أن يحقق الأغلبية البرلمانية. لا أعتقد أن بوريس جونسون يمثل أحدا، خصوصا الطبقة العاملة، ولا أعتقد أن وزير المال يعرف كيف يعيش الناس في الوقت الحالي. هؤلاء ولدوا وفي فمهم ملعقة ذهب، هؤلاء ليسوا جزءا من المجتمع ولا يعرفون ما الذي يعانيه الناس. اسكتلندا على موعد أيضا لمعرفة حجم التأييد الشعبي لخيارات الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بإجراء استفتاء لنيل الاستقلال عن بريطانيا. وتبقى العيون شاخصة نحو صناديق الاقتراع في إيرلندا الشمالية، وسط توقعات بفوز حزب الشينفين القومي بالأغلبية الذي ينادي بوحدة إيرلندا. مصير جونسون بات مرتبطا بنتائج الانتخابات المحلية، نتائج قد تدفع نواب حزب المحافظين إلى التخلص من زعيمهم في حال الحصول على نتائج سيئة وتنصيب زعيم جديد قبل موعد الانتخابات العامة. موسى سرور، لندن، الميادين. والآن تذكير بالعناوين. موسكو تتوعد الناتو باستهداف إمداداته من الأسلحة إلى كييف، وتؤكد وجود مرتزقة إسرائيليين يقاتلون مع النازيين في أوكرانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من الاعتداء على الأقصى، وتؤكد أن ممارسات إسرائيل ستسعر نار الحرب. صنعاء تحذر: الأعمال العدوانية للتحالف السعودي تقوض الهدنة الإنسانية والعسكرية. والأمم المتحدة تؤكد ارتفاع أعداد المهددين بنقص الغذاء وزيادتهم بنحو 40 مليون شخص. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية، الإنجليزية وكذلك الإسبانية. هذه النشرة انتهت، في أمان الله.